ثمانية ذنوب تسبب الفقر والذنب. الثامن يفعله كثيرون من المسلمين للأسف الشديد. وقبل أن نبدأ هذا الفيديو، فضلاً لا تبخلوا بوضع إعجاب لهذا الفيديو وأنشروه لتعم فائدته، واتركوا تعليقاً بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنعرف كم عدد المسلمين معنا في هذا الفيديو. إخواني الكرام، قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وإن من أعظم أسباب سعة الرزق تقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب سعة الرزق أيضا كثرة الاستغفار، فإنها سبب عظيم من أسباب الرزق. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكذلك صلة الرحم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسن له في إثره فليصل رحمه. ومنها أيضا كثرة الإنفاق في سبيل الله والصدق ابتغاء وجهه تعالى والبعد عن التعامل بالربا. فقال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن أعظم أسباب ضيق الرزق معصية الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وسنستعرض لكم الآن أهم ثمانية ذنوب تسبب ضيق الرزق. أولاً، الإعراض عن ذكر الله تعالى، بمعنى عدم الالتزام بما أمر سبحانه به وفعل ما نهى عنه عاقبته، ضيق المعيشة بالفقر والعوز والاحتياج. ثانياً، قلة الاستغفار، أن قلة استغفار الإنسان تقلل كثيراً من رزقه وتحد منه. قال تعالى في آياته الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. ثالث، التبذير، وهو صرف المال فيما لا ينبغي، وهذا يؤدي إلى الفقر، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بذر أفقره الله. رابعاً، الربا، فالله عز وجل يمحق الربا، والمحق يكون أما بذهاب المال بالسرقة أو تسليط الظالمين أو التلف أو بالذهاب ببركته من خلال فتح أبواب الإنفاق على أمراض تصيب المرابين وذويهم. خامساً، الاحتكار، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس. سادساً، الكفر بنعم الله تعالى، وفي ذلك قوله تعالى: وضرب الله مثلاً القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سابعاً، الزنا والاعتداء على إعراض الناس، وهذا يجلب الفقر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزنا يورث الفقر. ثامناً، قلة الاستغفار، إن قلة استغفار الإنسان تقلل كثيراً من رزقه وتحد منه. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم ومدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً. كما ورد هذا الموضوع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب. إخواني الكرام، نفعني الله وأياكم بما تعلمنا. أرجو منكم أن لا تخرجوا من هذا الفيديو قبل وضع إعجاب له ومشاركته مع أصدقائكم لتعم فائدته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.